الخبر اللي عدنا عن ابو فله ورد على احمد ابو الروب. فاحمد ابو الروب نزل على قناته باليوتيوب هذا المقطع. هذا المقطع هو كان يهبد بيه ابو فله. في البدايه تعرض هواي من التهجم بالكومنتات الانجليزي اللي كانوا من متابعين ابن سوريا ابو فله، لان هو انتقده بالفيديو. هذا بالنسبه للسبب الاول. اما بالنسبه للسبب الثاني، احمد ابو الروب نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان يستهزئ بيه بابن سوريا، صار يقول انه هذا شخص ما يمثل السوريين. لهذا السبب هم متابعين بسوريا صاروا يتهجمون على المقطع. بعد ابو فله رد على احمد ابو الروب بسبب انتقاده له. ابو فله نزل على حسابه بالانستغرام بث مباشر، وهذا البث المباشر في واحد من المتابعين يساله انه احمد ابو الروب اليوم انتقدك بالفيديو. رد عليه صراحه رد كلش محترم. عمي خذ راحتك، تبي تنزل مقطع عني تجلدني خذ راحتك، انا ما عندي نظام. وانا اليوتيوبر الكبير الذي لا ارضى بالكلام، اعطيك سترايك اقفل قلبي. لا 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 قلبي، ضربني اجلدني اجلدني شرشحني حبيبي خذ راحتك. بالعكس انا اشوف المقطع والله اضحك. الصراحه الرد ما تجرد كل جميل، رغم انه هو يقدر ينطي سترايكات، ولكن يقول نزلوا تريدوا انا ما عندي اي مشكله. فاكتبوا لي احبابي بالكومنتات شو رايكم بالتهجم اللي تعرض لاحمد ابو الروب، هل هو يستحقه او لا، ورد ابو فله عليه. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هو بيسان اسماعيل، وصول قناتها باليوتيوب لل 7 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. ولا تنسوا لي حبايبي ان تباركوا لها بالكومنتات. طبعا بيسان نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات بعد ما وصلت 7 مليون مشترك شويه تستهزئ محمد الجواني وتغني له انه هي وصلت العدويين ومن هكذا الكلام. فاكتبوا لي حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذه الحركه اللي سوتها بيسان اسماعيل واستهزاء محمد جواني. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو مملكة القصص وطارق الباشا والاغاني الخرافية اللي راح تنزلكم الجديد. طارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب، هذا المقطع شرح فيه شنو راح يصير بالمستقبل من اغاني الخرافية اللي راح تنزل بالدستراكات. بحطكم رابط المقطع بالوصف، روحوا شوفوا المقطع وتعرفون الدستراك اللي راح ينزل يوم الثلاثاء. الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة انس الشايب وكشف حقيقته. مثل ما تعرفون ان انس الشايب دائما يذكر ان هو ومايا الجمال يحبون بعض، هذا الشيء قال انس الشايب نفسه، ولكن انا بعد طلعت وكشفت هذه الحقيقة لما حطيت لهم صورة اثنيناتهم من داخل الفراش، ولكن حاليا انتشر فيديو على التيك توك وبهذا المقطع كان بي انس الشايب ومايا الجمال قاعد يحكون كلام حب وزاد 18 من الكلام، راح احط لكم الستوري شوفوا. مايا انا بحبك، ايش عندي ما بحبك شاء الله الله، بس خطني لك مثل ما شفتوا حاليا رغم ان الموضوع ستم مكشوف من البدايه، لكن حبيت اوضح لكم اياه بالاكثر. اتوقع ان حبايب سبب اخفاء عن بيسان اسماعيل هذا السر انه هو ومايا جمال كانوا يحبون بعض. يا ترى هو خايف من بيسان اسماعيل انه تعرف بالحقيقه ويعرف كل اللي سواه بمايا جمال، ممكن انه هي تخاف على نفسها انه خاف اللي يسوي هذا نفس الشيء بيها. قولوا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع، وشو تتوقعون سبب اخفاء الموضوع عن بيسان. الخبر الرابع اللي عدنا عن واحده من صفحات الانستغرام اللي تنقل اخبار اليوتيوبر، فضيحتها لبيسان اسماعيل وانس الشايب. وصراحه الفضيحه زائد 18، فنزلت على حسابها بالانستغرام هذا المقطع اللي كان بيبث مباشر بيسان وانس الشايب، وهذا المثل مباشر واحد من الاشخاص عشان يكتب كومنت سبه كلش قويه. وبيسان طبعا بس قراتها صارت اضع شفايفها، صارت تسوي اي حاجه زائد 18، بنفس الوقت صارت تطلع بين الشايب وصاروا يضحكون، لكنه هيك مسبه قويه صارت. شوفوا الستوري. لا هو مش خسارة تهجمون عليها انه هي محتواها صغير، فليش تسوي اشياء بالبث، خاصة انه الاطفال ماخذيها قدوة الهم. طبعا طارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب، وهذا المقطع هم نفس الشيء شرح بير موضوع الفضيحة وفضح ان الشايب فضيحتين. نحط لكم رابط المقطع بالوصف، روحوا شوفوه، شوفوا الفضيحة بالكامل، واكتبوا لنا بالكومنتات شاركوا بهذا الموضوع والحركة اللي سويتها بيسان ونس الشايب. الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نور ستار، فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست، وهذا البوست كان بهذه الصورة، وهذه الصورة تعرضت لهواي من التهجم بسبب ملابسها اللي كانت نوعا ما شوية غريبة. صار يقولوا لها انه انت قد تريدين تصلين، فليش قاعدة تلبسين هيك نوع من الملابس؟ فهذه الصورة يا حبايب حاليا قدامكم، اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، هل تستحق التهجم او لا. وبس وصلنا المقطعات من المقطع عجبكم، لا تحطون لايك تشتركوا بالقناة تشتركوا في زي مقدمة القصص، وبس مع السلامة. تهانينا يا مملكة القصص، القناة ستبقى ألف مبروك، قلتها من قلب وإحساس وشعور، تجاوزت بكثير الجهد أصعبها وقد حصلت درجات تعبك أكملها.